أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي. اليوم أول مرة تنزل ثلج في لندن على وجه الخصوص من سنتين. طبعا شعور لا يوصف، البياض والثلج واللعب، وحنعملكو كمان شوية سنومان. طبعا حنأخذكو جولة في المكان، بس إذا فرجيكو كثافة الثلج قديش. يعني هذا سيارتي، شايفين قديش في ثلج. What you doing? يعني مش ملاقي حدا يواسيني يلعب معايا، بدي العب مع حالي. Finally it's snowing, huh? Lovely, it's amazing. The children like it. Yeah, it's the first time that it snows in 2 years, right? Yeah. سامعين صوت الثلج ما حنمشي عليه. Finally it's snowed, huh? So how does it feel to see snow after 2 years? It's amazing. It's a nice change, especially with everything going on. Oh. Okay. Let's do it. قلت فرصة إنه الواحد يبني سنومان، رجل الثلج. يعني إن شاء الله بزبط، بدي أحاول. شعور حلو بصراحة، تسترجع أيام الطفولة. خاصة انه في لندن على وجه الخصوص بطلت تنزل ثلج. مش عارف لها علاقة بالتغيير المناخي، لكن نزل ثلج اكيد في مناطق مختلفة شمال انجلترا. المهمة لسه طويلة، ان شاء الله بزبط. بدي اخذكم يا اصدقائي جولة بالسيارة على الحديقة المجاورة القريبة من سكني، نشوف كيف شعور الناس وايش بيعملوا هناك. طبعا لازم الواحد يكون حذر لما يسوق السيارة، لانه الطرقات بتكون انزلاقية بسبب الثلج اللي بيتحول لآيس في بعض الحالات. It's amazing, isn't it? جيت على الحديقة العامة اللي جنبي والناس طالعة كأنه يوم عيد. طبعا درجة الحرارة صفر وسنومان وأجواء حلوة كثير. وهاي سنومان يا جماعة، طبعا الناس مبدعين. طلع طلع، يا سلام، شوف الإبداع. أنا مش عارف كيف خطر على بالهم يعملوا هذه العيون، العيون والتم والإيدين. إشي حلو كتير. شوف شوف التلج، شوف شوف يا جماعة، يا سلام. الله 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 الله، شعور جميل. تلج نزل اليوم في منطقة لندن، خاصة بالغرب. طبعا في ناس حكت لي انه التلج ما نزل عندهم، لكن هو نزل اصلا في مناطق شمال انجلترا. لقينا في عشرات السنومان، بس هذا اكثر واحد عجبني. طبعا يعني ابداع وصورة للذكريات. يعني في صراحة تأني، اخذهم وقت لما بنوه. انا شايف انه متلج، درجة الحرارة حوالي يمكن صفر او ماينس ون. انا حتعاطف معه وحلبسه الطاقية ان شاء الله. يعني نوعا ما بتدفى شوية. How long it took you to build it? About 15 minutes. Wow. You see where we come from? We just come from up there. Oh wow, that's a long one. Is it heavy? Yeah, go. You can help us push it. يعني سنومان قلنا اوكي، بس تعمل لي سنومان على شكل شيطان او جوست او ما بعرف ايش. لا والتفاصيل كمان اسنان. يلا، الابداع لا حدود له. الزائر الابيض يا جماعه، سجاده بيضاء. يعني انا مبسوط كتير، الناس طالعه مبسوطه، فشعور جميل. Hi guys, did you build this one? Yeah. How long it took you to build it? A long time.
جماعة طبعا بعد الواحد انبسط ولعب بدينا تلجه، بس تجربة لا تعوض. بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا، حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.